فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. عامة عندنا الطحاوية ختاما للباب الإيمان بالحوض. والحوض قال المصنف رحمه الله تعالى والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. صحيح صحيح يا باشمهندس صحيح صحيح صحيح، لكن لابد يكون بعض المواقف أيضا عشان إنه اللي بيصطنع. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. إبراهيم سعيد أحسن الله عليك. الحوض واحد لجمع حياض وأحواض، جمع حياض وأحياض وأحواض. عليكم السلام وبركاته شريف أحسن الله عليك. تأخرت عن الدروس، هذا آخر درس، لما تأخرت؟ رضي الله عنك. والحوض هو مجتمع الماء. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم هو مجمع الماء لأمته في عرصات القيامة، مجمع الماء لأمته في عرصات يوم القيامة. وطبعا هنا الكلام على الحوض، الكلام على الصراط، الكلام على الميزان، انتقل هنا المصنف على مسألة عظيمة، هي مسألة الغيبيات. ومسألة الغيبيات يعني هذه المسألة، مسألة الغيبيات، مسألة التسليم فيها هو أعظم ما يكون الإيمان فيها. تكلمت أنا على أن هناك من يستخدم الجن، نعم هناك من يستخدمه. إذن الحوض هو مجمع الماء، ولأن الحوض أمر غيبي والإيمان بالأمور الغيبية، نعم، فواجب علينا التسليم والتصديق في الأمور الغيبية، التسليم والتصديق في الأمور الغيبية. ممتاز، رضي الله عنك يا باشمهندس أحسن الله عليك. وهذا الحوض المشكلة في هذا الباب، نعم رضي الله عنكم أحسن الله عليكم، العلم حياة حقا، نسأل الله أن يحفظكم جميعا. استغفر الله، نسأل الله أن يحفظه، ونسأل الله تعالى أن يسرع له بالشفاء، وأن يعجل له بالشفاء، وأن يقر عينكم أعينكم بشفائه. أعظم الله لكم الخير، وإن شاء الله بإذن الله تطمئنون عليه في أسرع وقت بإذن الله تعالى. اللهم اشفي، اللهم اشفي، اللهم اشفي. أسأل الله العظيم رب العالمين الشفاء، 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 أسأل الله يعني أسأل الله العظيم رب العالمين الشفاء. لا لا، كمل يا عمر، كمل حتى تأخذ على المجالس، سيكون الأمر فيه خير. فذكر مسألة الحوض فهي ذكر مسألة الحوض، فالحوض من الغيبيات، وإن كان الحوض من الغيبيات فإننا لابد علينا أن نكون ممن يسلم تسليما تاما ويقول سمعنا وأطعنا ويؤمنون بالغيب، لأن الله تعالى أناط الإيمان بالإيمان بالغيب. ولتعلم أن أهل السنة والجماعة يثبتون الحوض، والخلاف عريض بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والجهمية والخوارج، فإن هؤلاء إنهم ينكرون الحوض ويقولون وش الحوض وش الماء المتجمع، عقلا لا يقبل ذلك، وهم يقدمون العقل على النقل. والحق أنه قد ثبت متواترا
مسألة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فمن المتواتر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤية أيضا من المتواتر. فالخوارج والروافض يثبتون حوض، لكنهم قالوا أكثر الصحابة هم المعتزلة ينكرون الحوض، أما الخوارج والروافض يثبتون الحوض، ولكن طبعا في خلافهم على الكلام على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يزادون عن الحوض، وذلك تكثيرهم لكثير من الصحابة وقولهم أيضا باطل ظاهر البطلان. لما؟ لأن الصحابة الكرام مكن الله لهم، فإن مكن الله لهم فكيف يكونوا يعني هم رضي الله عنهم وأرضهم كفروا، على ما قال الروافض طبعا الناصب، وهؤلاء كفروا أكثر الصحابة. والحوض لكل مسلم وحد بالله جل في علاه، وإن النبي يذود عن حوضه الناس ويعرفهم، لأنهم يأتون لهم علامة من أثر الوضوء، يعني يبعثون لهم غرا محجلين، يبعثون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غرا محجلين، فإذا بعثهم الله غرا محجلين يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويزود عن حوضه، ويذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذين ارتدوا، ويذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم المبتدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يختلجن من بين يدي أناس، لا يختلجن من بين يدي أناس. قال ولا يختلجن بين يدي أناس، فأقول ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالخوارج فالمبتدعة فالمعتزلة كل مبتدع ضال سيرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نهيك على المرتد دينا الذي ارتد عن دينه، فإنه يعني يزاد عن النبي حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطر عظيم على أهل البدع، فإن خطر أهل البدع أعظم مما يكون، خطر أهل البدع أعظم مما يكون. لا يختلجن أناس من بين يدي. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن على الحوض، إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيأخذ ناس دوني، فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا، يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، أو نفتنى في ديننا. ومن البدع التي يكون حريا بأهلها ألا يردوا الحوض بدعة إنكار الحوض، من المعتزلة طبعا هم الذين أنكروا بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستكون بعدي أمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه. من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وهو وارد على الحوض. والصحيح يعني أن الجميع يزادون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجميع قد ارتدوا على أدبرهم، فمنهم من ارتد الردة الكاملة، ومنهم من ارتد بالبدعة، ومنهم من ارتد بمخالفة السنة والتأصيل للبدعة. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم أين هو؟ حوض النبي أين هو؟ هذا الكلام كما قلنا في الغيب. اختلف العلماء الحوض أين هو، قبل الصراط بعد الصراط. الحق أن يقال بأن الحوض يعني إن نظرنا فسنجد أن بعد الصراط المؤمنون يدخلون الجنة لا يحتاجون إلى شيء، والمنافقون أيضا لا يعبرون الصراط، وهي قنطرة فقط، ويدخلون الجنة المؤمنون، وهم يحتاجون في العطش الشديد في عرصات يوم القيامة قبل المرور من الصراط. فالحق أن الحوض يكون قبل الصراط، الحوض يكون قبل الصراط، ولأنه غياث لهذه الأمة كما قال المصنف، فإنه يشتد البلاء، يدهم الخد ويشتد الكرب، واشتداد الكرب جدا قبل الصراط، لأنه تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، والكرب يكون عظيما على الإنسان، يشتد الكرب على الإنسان. وبعد الصراط كما قلنا الوصول إلى الجنان.
يا أخي لا تزعجني وأنا أصاب وأنا في الدرس يا أستاذ مراد. أنا قلت لك بعد كل درس أنا أجيب عن كل أسئلتك، كيف أنا يعني أتجاهلك وأنا أجبتك أكثر من مرة وأكثر مرة الإخوة قالوا لك يعني تريد تسأل تسأل بعد الدرس، وأنت مش قلت السؤال ما لم يحكم بما أنزل الله، أنا أجبتك أنا أجبتك يا أستاذ. يبقى إذن الحوض ثابت وهو من علم الغيب، وما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا وسلمنا. أما صفة الحوض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل في الحوض أو فصل في وصف الحوض بأبي هو أمي، فصله طولا وعرضا. الحوض كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم مربع زواياه متساوية وأضلاعه متساوية، قال حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، واختلفت الروايات في طوله وعرضه، قال صلى الله عليه وسلم عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، وفي رواية بين حوضي كما بين أيلة ومضر، إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة. آنيته فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم آنيته كنجوم السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكزانه كنجوم السماء، ويتجبه نجوم السماء في صفتين وهما الأولى الكثرة، قال كزانه كنجوم السماء، إذن الكثرة والوفرة مع وجود اللمعان والبريق لأنها كنجوم السماء، فنجوم السماء يكون فيها النعيم المعنوي بحلو المنظر والبريق الأخاذ وأيضا الكثرة التي تفيد على الأمة. وأما لونه أو لون مائه ورائحته فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن ماؤه أبيض من الورق يعني من الفضة، في رواية من اللبن وهو أحلى من اللبن أيضا، وريحه أطيب من المسك وكزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، وطعمه قد بيّن النبي أيضا أنه أحلى من العسل، والذي نفس محمد بيده الآنية أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية، آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب في مزابان فيه مزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ومصدر ماء الحوض من الجنة عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده، وهو يقسم غير أن يستقسم ليبين يعني هذه المكانة، وكما قلنا كل ذلك في الغيب واجب عليك أن تقول سمعت وأطعت. قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية، آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ. والحق أن الحوض ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحق بأن الحوض ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين اللهم أمين اللهم اجعلنا وإياكم كذلك. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. وعن سمرة بن جندب قال قال صلى الله عليه وسلم إن كل رجل منهم يومئذ قائم على حوض ملآن، معه عصا يدعو من عرف من أمته، ولكل أمة سيمة يعرفهم بها نبيهم. وحوض النبي أكثر الأنبياء تبعا وورودا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن، آنيته عدد نجوم السماء، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. طبعا هذه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتباهون
على أكثرهم واردا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما رأى السواد في السماء قال: هذه أمتي؟ قيل له: لا، هؤلاء من بني إسرائيل أتباع موسى عليه السلام، كانوا كثر حقا. ثم رأى سوادا سد الأفق فقال، فقيل له: يا محمد، هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سبقة عذاب. في رواية قال: وأعطاني ربي مع كل واحد 70,000، وأعطاني ربي مع كل واحد 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فكان هذه الأمة هي أكثر الأمة دخولا الجنة. والنبي قال يعني لما قال: تريدون أن تكونوا، أيرضيكم أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبروا، قال ثلث الجنة، ثم قال نصف أهل الجنة، ثم قال ويحصل حثيات ثلاث. قال: أعطاني ربي 70,000 يدخلون الجنة، مع كل رجل أعطاني ربي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال النبي: إن حوضي لا أبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيدي إني لا أزود عنه الرجال كما يزود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، تعرفنا؟ قال: نعم، تريدون علي غرا محجلين من أثار الوضوء ليس لأحد غيركم. أول من يرد الحوض هم فقراء المهاجرين، كما نص بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتناعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. والأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصبر حتى يرونه أو يقابلونه عند الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا بعقر حوضي أزود الناس لأهل اليمن، أزود الناس لأهل اليمن، يقصد ذلك الأنصار، أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم. وعن خولة بنت قيس الأنصارية من بني النجار قالت: قلت: يا رسول الله، بلغني عنك أنك تحدث أن لك يوم القيامة حوضا ما بين كذا إلى كذا. قال: أجل، وأحب الناس إلي أن يروى منه قومك. هي أنصارية، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ الوالدة، والحمد لله على سلامتكم. قال النبي: أحب الناس إلي أن يروى منه قومك، يعني الأنصار، والذين يريدون الحوض أفواجا مفوجة من أهل الإسلام. عن زيد بن أرقم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا، فقال: ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا 700 أو 800. شوفنا معناها أن الذين يريدون الحوض هم أعظم الناس أو أكثر الناس واردا لحوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كتب الله له القبول وجعل دعوته تنتشر في مشارق الأرض ومغربها، حينما قال لابنتي: لا بأس على أبيك بعد اليوم، لا بأس على أبيك بعد اليوم، إن الله لا يترك هذا الدين، يعني إن الله سينشر هذا الدين، لا يترك بيت مادر ولا أبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، والحمد لله أن الأمر يعني من كان يعني ينتهي الدنيا من في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب المرء من نصب أو وصب أو هم أو غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له. اللهم كفر عنا سيئاتنا واغفر لنا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا الحق، وألا يقرب منا إلا من كان أهلا للخير والبر، أن يرفعنا الله به، ونعوذ بالله من المنافقين وأيضا من أصحاب التزيين للعلل التي يريدونها. فنسأل الله جل وعلا أن يبعد عنا كل من لم يكن أهلا لأن يلبس حلة ليست له، وأن يقرب منا كل من كان صادقا مخلصا، فإن هؤلاء الخير فيهم وبهم ومعهم. اللهم أمين يا رب العالمين. لو في أسئلة تفضل. هل أهل الجنة من يشربون أم يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الحق لم يرد الدليل أن النبي يسقيهم أو أنهم يشربون، وهذا وارد وهذا وارد، لكن لم يرد نص صريح يعني النبي يسقيهم أو هم يشربون
هذا ما في نص وارد صريح في ذلك، لكن الاحتمالات واردة، الاحتمالات واردة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم أمين. لو في أسئلة تفضل. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.